ينظم قانون العمل في دولة الكويت العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لديه حق حيث الحق لكلا الطرفين، وأيضا يمنع استغلال أحدهم الآخر، وذلك وفق عقد يتراضى عليه الطرفين. والوقوف على جوانب القانونية لقانون العمل الكويتي في القطاع الخاص، نرحب معاكم مشاهدينا بالمحامية زينب الرامزي. صبحت الله بالخير. صبحت الله بالنور. يا هلا ومرحبا. في البداية أستاذة زينب، لو نتكلم عن شنو اللي يميز قانون العمل في دولة الكويت وما هي المثالب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نظم قانون العمل الكويتي بالذات العلاقة بين العامل وصاحب العمل. أول شيء العامل، طبعا تعريف بسيط، العامل هو أي شخص كان سواء كان ذكر أو أنثى يشتغل عند صاحب عمل. هذا المكان إما يكون شركة، طبعا على اختلاف أنواع الشركات، مؤسسات، المهم أنه يكون قطاع خاص، يكون هذا الشخص ذكر أو أنثى، طبعا يتقاضى أجر في مقابل عمله. أما صاحب العمل فأيضا نظم قانون العمل علاقته بين صاحب العمل وبين العامل، وشنو هي الالتزامات الطرفين والحقوق، كلها واضحة في نصوص. العامل صاحب العمل عفوا هو صاحب الشركة أيا كانت نوعها، طبعا يكون عنده مجموعة من العمال وأيضا يتقاضون رواتب في مقابل هذا العمل. طبعا النصوص عديدة في قانون العمل، بس لابد أني أوضح قانون العمل أنا قاعدة أتكلم فيه خاص في القطاع الخاص فقط، اللي هو الفرق بينه وبين القطاعات اللي تابع حق جهات الدولة، المؤسسات الحكومية. طبعا المؤسسات الحكومية ما يشملهم هذا القانون اللي احنا قاعد نتكلم عنه، أما يشملهم القانون اللي هو يسمى قانون الخدمة المدنية، يعني يكونون الأشخاص اللي تابعين حق القطاعات الدولة الحكومية اللي يصنفهم أو اللي يحدد التزاماتهم وحقوقهم يكون قانون الخدمة المدنية. أما قانون العمل اللي احنا قاعد نتكلم فيه اليوم راح يكون حق القطاع الخاص، موجه للقطاع الخاص. لكن خلينا نكون صريحين شوية أستاذة زينب، هل فعلا قانون العمل قاعد يتم تطبيقه في القطاع الخاص؟ إذا أنا من وجهة نظري الشخصية، طبعا بالسابق يمكن كانت في وايد يعني خلينا نقول مثلا لف ودوران، يمكن شوي ما كانوا يطبقون القانون بحذافيرة. بالفترة السابقة فعلا كان في ضياع لحقوق العامل ولحقوق صاحب العمل. أحيانا مثلا يقوم العامل يشتكي على صاحب العمل، وصاحب العمل يكون معاه مستندات، يكون معاه حقوق فعلا، أن هذا الشخص مثلا خان الأمانة، دلس، أفشى أسرار العمل، ولكن يحكم لصالح العامل. أما في الوقت الحالي على المشاكل اللي قاعدة تحصل، اللي نشوفها إحنا مثلا على طول، العامل اشتكى أو حصل له أي خلاف مع صاحب العمل، على طول دايركت راح يروح حق وزارة الشؤون يقدم شكوى وينادون صاحب العمل. نوعا ما صار عندهم دقة، صار عندهم انتظام في الفترة هذه الحالية، صار عندهم أن هذا مثلا هذا النص هذا مخالف، إحنا ما نقدر، السيستم قام ما يقبل أي معاملة، صار في لوك على كل شغلة ممكن مثلا تبي تغيرها يقول لك لا، روح انت كوزاره الشؤون، انا مثلا تابع حق وزاره الشؤون في منطقه من مناطق الكويت، يقول لك لا والله روح مثلا الميكنه لازم تقدم كتاب، والاداري هناك مثلا يطالع الكتاب، هل فعلا انت لك حق ان هذا البلوك ينشال في هذه المعامله اللي انت بتسويه؟ فانا قاعد اشوف يعني الوقت الحالي صارت في أكثر دقة، أكثر في التزام، في تطبيق، يعني كل شخص قام ما يخاف أنه يروح الشؤون سواء كان صاحب عمل أو كان عامل، قاعد يأخذون حقهم بالمستندات اللي يقدمونها بالدفاع. طبعا عقب ما تخلص الشؤون شيء طبيعي راح تروح مرة ثانية المحكمة بعد ما تخلص الشكوى. هلا أن الحين قاعد نشوف في مثل وعي أكثر، الموظف يمكن قاعد يثقف نفسه قبل لا يلتحق بأي عمل في القطاع الخاص بحيث يعرف واجباته وحقوقه. يعني يمكن في السابق مثل ما تفضلت يمكن نشوف بعض التلاعب من رب العمل، انه يتلاعب ببعض نصوص قانون العمل ويكون الموظف غافل ان هذا اساسا انتهاك لحقوقه. تقدرين تقولين طبعا اكيد في وعي كبير صار من كثر المشاكل اللي قامت تحصل. شوفوا مثلا الشخص اللي تابع حق شركه معينه، شاف شخص مثلا ضاع حقه، صاحب العمل وقع مثلا على كمبياله، صاحب العمل ممكن يوقع على اقرار. غالبا ما شنو كان يصير اول، انه ما يكون عندنا
عنده ذاك العلم أن خطورة هذه الورقة اللي أنت توقعها. صاحب العمل ممكن يكون عنده سلطاته يعني في هذا النوع، مثلا يقول له ممكن أني أنا أعطيك مثلا نهاية الخدمة بس تروح توقع لي على إقرار أن أنت استلمت. فأنت المفروض كعامل عند صاحب العمل مع احترامه ومع تقديره، ولا بد أن أنت يعني خلينا نقول إحنا ما تدش بنقاش معاه، بس لابد أن تبين له مثلا هذه الخطوة أنا ممكن أني أنا أسويها، ما عندي أي مشكلة، بالعكس يحفظ حقي أنا كعامل ويحفظ حقي كصاحب عمل، ولكن ما تقدم هالخط على هالخطوة هذه إلا أنت فعلا استلمت. يعني انت بس في حاله يعني اذا وقع رب العمل قبل الله حتى يستلم، شوفي هي شنو المشكله؟ المشكله انه ممكن تضر الموظف. اغلب المعاملات قاعده تتم على ثقه، اذا كان في ثقه بين صاحب العمل وبين العامل، ما عندي مشكله ان انا اوقع هذه الورقه، ولكن اذا صارت في اي مشكله عقب طبعا يقدر انه هو يحلها. مثلا انا خلينا نقول بالتغريبي مثلا 500 دينار كانت المكافاه مالت الخدمه، فانا انا وقعت على هذا الاقرار قبل لا استلم. حصل اي خلاف، صار اي تت، ممكن صاحب العمل يستغل هذا الموضوع فيقول له خلاص انت مالك هال 500 دينار، نفرض فرضيه. فانت كعامل شلون تثبت حقك؟ طبعا اعطاك راح يبين ان انت تطلع كشف حساب، زين يبين مثلا في اليوم في هذا التاريخ انه نزل لك هالمبلغ، هذا المبلغ مو شهري قاعد ينزل، بالتالي مو راتبي، فصار في مبلغ اكيد انه يا مستحقات يا بدل اجازه يا كذا. ما اعطاك هالمبلغ او ما حصلت هذا المبلغ، انت تقدر تثبت خلال هالشهر خلال هالشهرين انا ما خذيت او ما كنت مستحق مثلا نهايه الخدمه بناء على المستندات الباجيه بس ما نزل لي. يعني تعتبر تحصيل حاصل للورقه، يعني ما يخاف الموظف اذا توقع عليها انه يمكن ينظم حقه؟ لا، هو اثبات زياده بالنهايه، يعني يقدر ياخذ حقه. بس احنا شنو نقول؟ انا لما ابي اكف عن المشاكل ما لي خلق مثلا اني انا اروح اقدم شكوى واحضر تحقيق وعقب بعدين جلسه وجلستين وتروح المحكمه، هذه كلها مشاوير. احنا كاشخاص قانونيين متعودين لان هذا شغلنا، بس كشخص جديد على هذا المكان يستثقل الشغله ان انا اروح حق الشؤون اقدم وبعدين يدقون علي عندي تحقيق وبعدين يدقون علي تحولت محكمه ولازم احضر الجلسات هذه اتابعها. فانا عشان احفظ حقي من البدايه اوقع هذه الورقه وانا ماخذ المبلغ حقي، او انه مثلا اوقع الورقه ويعطيني وصل، خلينا نفرض فرضيه، على ما مثلا خلينا نقول يبي له يوم يومين يروح ينزل المبلغ هذا بالحساب. عرفت؟ يعني في الكثير يمكن من الموظفين يتنازل عن حقه. صح. بحجه ان انا مثلا نسمع وايد موظفين. صح. يقول انا مالي خلق، ما ابي اروح انا يعني اروح من اداره لاداره عشان اطالب بحقي. يستثقلون المشوار. يستثقل المشوار، فهذا يمكن قاعد يعطي قوه لرب العمل. نتكلم في احدى البنود او احدى الامور اللي دائما رب العمل يكون من احدى الادوات اللي يكون ماسكها على الموظف وهي نهايه الخدمه. في بعض المرات العقود ما يكون منصوص فيها او يكون النص انه ما في نهايه خدمه. الموظف هني شو يسوي؟ اول شيء طبعا العقود تختلف. عقود العمل طبعا لابد ان تكون فيها شروط واضحه، البيانات كامله، مدة عقد العمل. طبعا في بعض العقود ما تكون محددة المدة وفي عقود محددة المدة. طبعا العقود المحددة المدة عفوا الأغلب أن تكون أغلب الشركات يمكن يأخذون بهذا النظام اللي هو عقد يكون محدد المدة. طبعا المفروض أنه ما يكون أقل من سنة وما يزيد عن 5 سنوات. خلينا نتكلم شوي عن هذا النوع من العقد. طبعا هذه العقود تكون بين طرفين، تكون كل البيانات المفروض تكون مذكوره، المده، الراتب، ايضا متى يستحق نهايه الخدمه. هو عاده العقود هذه المفروض انه سنويا. في بعض الاصحاب العمل يكونوا ملتزمين من هذه الناحيه. أي. شلون يعني؟ كل نهايه سنه هو مثلا عنده اجازه 30 يوم، يعطيه بدل الإجازة ويقوم مثلا يعطيه البدلات الباجية اللي هي بدل مثلا الإجازة، بدل الإنذار، بدل كذا. في وايد أمور تتدخل بهذا المسمى. المكافأة نهاية الخدمة طبعا لابد أنها تكون نهاية المدة. فأنا إذا مثلا كان عقدي محدد المدة، كانت المدة ما بين سنة المفروض أنها تلقائي اللي هو 5 سنين
ماكسيموم يكون 5 سنين المفروض يتجدد ما بين الطرفين. تمام. يعني مثلا انا وصاحب عمل، انا شغاله عند صاحب عمل عدت السنه عدت السنتين وقاعد يتجدد تلقائي، ما اثرت اني انا مثلا ابي اغير شيء او في شيء مثلا معاجبني في هذا الشغل. بس مو نهايه خدمه، يعني انا بتكلم اذا انا في العقد شيء طبيعي لازم يكون في نهايه خدمه. متى حتى اذا مو ما كان مذكور بالعقد؟ لا هو ما يكون عاده عقود العمل المفروض انه يكون فيها اما يكون محدد المده، طبعا هني انا اخذها قلت لك بالسنوات، اما يكون غير محدد المده فهني انا اخذها مثلا الشخص ياخذ اجاره خلينا نقول يومي او اسبوعي. هني تتحدد، يعني مثلا انا عندي العقود إذا كانت مثلا محددة المدة بين الشهر خلينا نقول آخر، يعني مثلا كل سنة انزين 15 يوم، كل سنة 15 يوم، سنة سنتين ثلاث تنحسب كذي. أما بالنسبة حق العقود اللي تكون أسبوعية، يعني العامل ياخذ أجارة بالأسبوع أو باليوم، فتكون تتحدد كل 10 أيام من السنة. فهني تختلف، هني تختلف حسبة نهاية الخدمة. متى أقدر أني أنا أحرم الموظف من نهاية الخدمة؟ لابد أن تكون في أمور خاصة بالشركة فيها تدليس، فيها خيانة أمانة، فيها إفشاء أسرى. في هالحالة هذه أنا فعلا ممكن أني أنا لي حق أني أنا أفصله بدون أخطار بدون نهاية خدمة. أما بشكل عام عقود العمل لابد أن تكون فيها نهاية الخدمة. فيها نهاية خدمة. لو نتكلم عن مثلا دعم العمالة وهي بما يسمى بالعلاوة الاجتماعية، هل تدخل من ضمن احتساب نهاية الخدمة؟ دعم العمالة تدخل من ضمن الاحتساب، البونص يدخل من ضمن الاحتساب نهاية الخدمة. نعم. كلها تدخل طبعا وفقا لحسابات معينة. مثل ما قلت لك هي فيها أيام وفيها مبلغ معين ينقسم وبعدين ينضرب. هذه الأمور كلها طبعا تكون صاحب العمل يكون عنده خبرة فيها. لابد أن كل صاحب عمل في القطاعات الخاصة يكون عندهم شركة محاسبة تقوم بإجراءات هذه. إذا صارت فيها أي خلاف الشؤون طبعا يكون عندهم قسم خاص اللي هو في حسبة هذه المكافآت والبونص خلينا نقول مثلا المكافآت السنوية كلها تنحسب. نعم. بالنسبة حق بعض الإجازة، يعني دائما تكون الإجازة السنوية اللي هي 30 يوم. صح. هل طريقة احتساب ال 30 يوم، في البعض يقول لك والله أنا لا أنت ما تقدر تاخذ، رب العمل يقول حق الموظف ما تقدر تاخذ 30 يوم إلا إذا كملت مثلا سنة. صح. بعد سنة تاخذ، هذا قانوني؟ لا، هو أو لازم يشتغل 335 يوم عشان بعدها يستحق ال 30 يوم؟ لا، هو الحسبة شلون تكون؟ احنا عادة عندنا الشهر في خلينا نقول مثلا بالاغلب انه 4 ويكند. الشركات شلون يحسبونها؟ يحسبونها انه يوم الجمعه اوف، حلو؟ السبت في بعض الشركات تتعطل، في بعض الشركات لا، في بعض الشركات يكون عندهم نص دوام. الحسبه شلون تكون؟ تكون انه انا مثلا خل اقول 30 يوم راح انقص منهم 4 ايام، راح اقول 26 يوم عمل فعلي. نعم. الحساب راح يكون ان انا احط المبلغ، نفرض فرضيه ان الراتب كان 260 دينار. انا ما احب الحساب بس لازم اخوض في هالامور عشان اوضح حق المشاهدين. 260 دينار نقسمها على 26 يوم راح يطلع لنا الناتج مجموع معين، بعدين اضربه بال 30 راح يطلع لي بالضبط ال 26 يوم كم يستحق. الاوف هذه تنحسب مو ما تنحسب، بس انا خل نكون دقه اكثر، لازم نخصمها من المجموع الاساسي اللي هو المجموع 30 يوم، انا اخصمها 4 ايام، اقولها 26 يوم. بس اليوم الاوف ينحسب، يعني اذا احنا نبي نشوفها بالكلي بالمجموع الكلي هي موجوده محسوبه يعني ومدفوعه، على يعني قولتهم مدفوعه الاجر تكون مدفوعه الاجر. نعم. في بعض الشركات كلها عندها موظفين مثلا يتعاقدون معاهم يعني شهريا او يتم تجديد مثلا عقد كل 3 شهور او كل 5 أو 6 شهور، هذا الموظف شلون يقدر يضمن حقه بما ان العقد دائما في تجديد؟ طبعا انا مثل ما ذكرت لك ان الاختلافات راح تصير ان انا قاعد اخذ اجري يومي او قاعد اخذ اجري اسبوعي. الحسبه تختلف في السنه نفسها بين العشر ايام وال15 يوم. يعني مثلا اذا كان الاجر شهري بالاغلب ان انا قاعد اخذ اجري كل اخر شهر، بالتالي انا راح احسبها 15 يوم من اخر شهر لمده مثلا سنه معينه اللي هي السنه الكامله. اما بالنسبه للحساب اليومي او الحساب الاسبوعي راح احسبها كل اخر 10 ايام من الشهر، بالتالي راح الحسبه شويه تختلف لان انا قاعد اخذ
يعني راتبي مو شهري، راح نسميه احنا الاجار المتقطع او الاجار الاسبوعي او الاجار اليومي، بس ايضا نفس الشيء لابد انه يكون فيها المكافأة طبعا، البونص والنظام المكافآت هذه كلها تكون موجوده. حتى اذا بس كان هو قاعد يتعاقد مو عقده سنوي، اي هو لابد انه يكون مذكور اذا كان ما كان العقد ما كان محدد المده، بالتالي راح يكون مثلا مذكور انه يستحق مبلغ مثلا وغدره، يستحق نهايه خدمه بعد مثلا خلينا نقول مرور سنه ونص مثلا. اذا هذا مو مذكور، مجرد انه هو يتم تجديد العقد كل 3 شهور فقط، إحنا بدون بونص بدون اي امور اخرى. احنا عندنا بالقانون في شيء اسمه مثلا عقود المثل، انزين اقدر اني انا يعني اخذ مثلا خلينا نفرض فرضيه ان شركه معينه او صاحب عمل معين عنده مثلا اكثر من ترخيص، انزين في بعض العقود يكون مسويها محدده المده، في عقود يكون مسويها غير محدده المده، يسمونها عقد المثل. خلينا نقول مثلا نفس مثيلات الشركه او نفس مثلا تراخيص الشركه اقدر اني انا ابني عليه. طبعا الامور اذا حصلت فيها مثلا مشاكل بين صاحب العمل والعامل، العامل يقدر اذا بيفتش يقدر يطلع الامور هذه بسهاله باثباتها، بس يبي لها شويه واحد يكون عنده دقه وواعي حق هذه الامور، عنده خلفيه قانونيه، عنده خلفيه مو بعيده ان الواحد يعني انه يستشير مثلا، حتى مو شرط انه هو مثلا يوكل له محامي. تعرفين الحين ما شاء الله الشؤون قام يمشون يعني وايد بدقه وبانتظام، فممكن الشخص انه يحضر في الشكوى مالته بدون محامي، ولكن مو انه يعني مثلا ما فيها احراج انه هو يستشير المحامي، يقول له مثلا في امور معينه انا اقدر اخذهم، هل لي مثلا بالنهايه راح احصل مثلا مكافاه، ما راح احصل، كم المبلغ بالتقريب. فعادي ممكن ان تصير في حسبه يكون على علم ودرايه شنو اللي راح يصير له عقب يعني بشكل اول. بعض الجهات ممكن تلجا الى اجبار العامل على توقيع الاستقاله اذا تم اجبار الموظف انه يقدم استقالته، شنو ممكن الموظف يسوي؟ طبعا ما في شيء بالقانون اسمه ان انا اقدر اجبر كصاحب عمل، اقدر اجبر العامل انه يوقع استقالته الا اذا في كانت امور فيها فعلا مضره على صاحب العمل. احيانا شنو يصير مثلا انا كصاحب عمل قاعد احس ان هذا الشخص قاعد يفشي اسرار، بس ما عندي اثبات عليه 100%. خلينا نقول انزين حسيت انه من مصلحه العمل اني انا اطلع هذا الشخص من عندي، والشخص هذا مثلا متمسك ما يبي يطلع، فشلون انت تجبره؟ تقول له مثلا وقع استقالتك، انا راح اعطيك بدل الانذار 3 شهور، وراح اعطيك مكافاتك نهايه الخدمه، وراح اعطيك. في بعض الموظفين ما يحبون انهم يسوون مشاكل فعلا، انه يوقع استقالته ويطلع وكل الخير يمشي وراه يعني، ويعطونه بالنهايه شنو اللي هو يبي. في بعضهم لا، يتزمت يقول لك انا هذا مكاني، ليش انت يعني تخليني اقدم استقالتي. فبطريقه صاحب العمل شلون كقانونا ما اقدر اني انا اجبر انه هو يستقيل. طبعا هو يقدر يروح يثبت على صاحب العمل انه هو اكرهني على مثلا توقيع الاستقاله، ممكن يثبت؟ يكون في شهود. بالاغلب شهاده الشهود هي تمشي في الشؤون تمشي، فيمكن ما يكون عنده اثبات، يمكن يكون وقع هو فعلا مكره، بس ممكن انه يجيب شهود ان انا كشخص ملتزم في العمل. عاد هني طبعا هو يثبت وصاحب العمل المفروض انه يثبت العكس. يعني استاذه زينب، بعض المرات يكون مثلا جهه العمل سبب لجوءها الى اجبار الموظف على تقديم استقالته، لانه يمكن صار في وعي لدى الموظف انه في بعض القطاعات ما يقدر يفنشه. صح. لانه يدري في حاله حدوث هذا الموضوع الموظف يمكن يطالب بتعويض. صح. فهل هذا احدى الاسباب انه يجبر؟ هو ممكن اي هو اذا ممكن. كان خلينا نتكلم احنا الموظف الحين ما كان عنده مثلا خل بالامانه او عرض الشركه، ما في اي مشاكل بينه وبين مشاكل صاحب العمل، مجرد أي. رب العمل قرر انه يستغل. هو من مصلحه اصحاب العمل، انا وايد انصح في هذا الموضوع يعني، وعندنا وايد ناس اصحاب عمل يقدمون شكاوي، فانا اللي انصح شنو ان انت تي بالطيب مع العامل، يعني مثل ما على قولتهم هو مثلا اخلص لك في هذا العمل، حسيت انه والله ما في مجال انها تستكمل، يا انه مثلا ميزانيه، تجيب له اياها بطريقه حلوه ان انا مثلا ابيك تقدم استقالتك، بس ترى الامور هذه كاهي قدامك، احط له مثلا ورقه بال بال
الحسبه مالت المعاش مثلا، انت راح تاخذ كذا، انت راح تاخذ لك بونص، لك مكافاه نهايه خدمه، بس اني انا اجبره بالقانون انا ما اقدر، يعني ما في اي طريقه اقدر اني انا اتحايل على العامل اللي انا اجبره انه هو يقدم استقالته الا اذا فعلا في خطر. يعني بعض العمال يكونون في الشركه عارف انه هو مسوي غلط، بس عارف انه او متاكد ان صاحب العمل ما عنده اي اثبات. زين، يعني هني في هالحاله تكون صعبه. انا كصاحب عمل اخاف اني انا اخلي هذا الشخص انه يعني يستكمل العمل معي، لانه في خطر على العمال مثلا معي، في احد من العمال وصل لي بس انا ما عندي اثبات، فانا اجيله اياها بطريقه تكون يعني مناسبه، اني انا مثلا احنا مو محتاجينك في العمل عندنا، احنا عندنا كفايه، احنا كذا، بس انه مثلا امورك راح تاخذها 1 2 3، بالتالي هو يكون مطمن. يعني بالاغلب يعني انت خذيت اللي لك، فليش ان انت تبي تضر صاحب العمل؟ بالاغلب العامل ما راح يسوي اي مشكله الا اذا هو قلت لك هو حاس انه في خطر منه، مسوي مشكله مع، ترى وايد تحصل يعني ممكن انه يصير مشكله لدرجه انه يصير سكاكين بينهم يعني عادي، فهذا فلان قال وهذا فلان قال وصاحب العمل خلاص، بس شنو بيسوي؟ فشنو يقوم يسوي؟ هذا الشخص السيء انا اشيله عشان لا ياثر على باقي الجروب، ترى انت مستحقاتك ماخذها، وعلى قولتهم كل اللي لك من حقوق راح من التزامات وحقوق راح تاخذها يعني تجاه صاحب العمل، بالتالي ما اتوقع في اي مضره من العامل انه هو يترك العمل. يعني خلينا نتكلم عن بعض الموظفين اللي يمكن ما عنده الخلفيه القانونيه ولا عنده درايه ببنود قانون العمل في القطاع الخاص وكل هذه الامور، وين يقدر الموظف، او خلينا نتكلم حتى عن رب العمل، بعض المرات يمكن حتى يكون غافل عن حقوقه كرب عمل، وين يقدر يحصل هذه البنود وهذه المواد؟ هو طبعا قانون العمل واضح، يعني اذا اي احد يبي يسوي سيرش راح يدش يشوف ان قانون العمل بالضبط في التزامات العامل والتزام صاحب العمل وشنو هي الحقوق، واذا صارت في اي مشكله. انا وايد احب ان الشخص، اي شخص صاحب عمل، انت عندك مؤسسه، عندك شركه، خلينا نقول اي شيء صغير، يعني انت قاعد داش بمشروع صغير، خلينا نقول لا تشوف انه والله مدى الـ والله مثلا هي لا، خلينا نقول محل صغير، عندي عاملين، لا ما احتاج، لابد انه يكون عندك توعيه. يعني انت اصلا من تفتح مشروع المفروض انه، يعني انا افضل انه يكون عندك محامي ماسك شغلك، حتى الاثنين والثلاثه هذول ممكن يطلع منهم مشاكل، فانت تقدر انه تكون واعي شنو اللي لك شنو اللي عليك. وفي المقابل العامل لما نتقسم، لما انا احط عندي مثلا ملفات خاصه حق كل عامل، هو متى باشر العمل، متى اخذ اجازته، متى اول اقرار مثلا كتبه، متى كان نهايه مثلا، متى اخذ مكافاته، متى اخذ البونص السنوي، اجازته، كل هذه الامور تكون واضحه حقي انا كصاحب عمل. وكصاحب عمل لويته ما راح يقدر انه هو ينظم قانونيا هذه الامور. فلما يكون عنده مكتب محامي يحيل كل هالعقود هذه، تفاصيلها، بنودها، تكون يعني كاتبها واحد قانوني فاهم، وايد احسن. حتى العامل نفسه انا انصحه، انت لما تدش كشركه او انك تشتغل في اي مكان قطاع خاص، لابد انه يكون عندك خلفيه حق هذه الامور، مو عيب ان انت تستشير فيها محامي. صح. ان انا عندي 1 2، او اودي العقد عادي، صوره من العقد، ترى هذا العقد اللي الشركه الزمتني ان انا اوقعه. يقدر ياخذ، هل يعني في بعض الموظفين في وقت توقيع العقد ما ياخذ نسخه؟ لا. لازم يكون عنده نسخه. لا اصلا مجبر، هو القانون العمل المفروض انه 3 نسخ، نسخه حق العامل، نسخه حق صاحب العمل، نسخه تكون حق الشؤون نفسها. هل ممكن هذه تكون يعني اداه يمكن يستخدمها يعني رب العمل اتجاه الموظف، انه اذا هو ما يبي يعطي نسخه يقدر يرفض انه ما يعطي نسخه من العقد؟ لا، ما يقدر يرفض، لابد انه هو يلزمه، بالعكس هو مجبر انه يعطي العقد، اي مفروض انه يعطي، لانه هم 3 نسخ معروفه اوتوماتيكيا، انه هو ياخذ نسخه، صاحب العمل ياخذ نسخه، وتكون نسخه موجوده بالعقد العمل اللي هو الخاص بوزاره الشؤون. تمام، كلمه اخيره حابه توجهينها استاذه زينب؟ الوعي الثقافي في هذه الأمور، كثر ما أنا وعيت، كثر ما كان أنا عندي خلفية، كثر ما أن أنا قدرت أنا كصاحب عمل أعطي حق العمال اللي عندي، أيضا العامل، أنا كعامل لي شنو اللي لي من حقوق وواجبات، أي مشكلة ممكن تحصل أنا عندي يعني المعلومات الكافية أني أنا أقدر أحل هذه الأمور. نعم. بالنهاية الوعي مطلوب في كل المجالات طبعا. وحلو أن الشخص يعرف حقوقه وواجباته، يعني يتمنى ما تحصل مشاكل في المستقبل، لكن حلو الشخص يكون محتاط وعلى
على دراية في جميع الأمور لا سمح الله إذا حصل أي خلل. صح. كل شكر لك المحامية زينب الرامزي على تواجدك على هذا اللقاء. شكرا جزيلا. مشاهدينا نطلع فاصل صغير ونرجع نواصل فقراتنا.